يا ستموني قول. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، اخواتي الاعزاء، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة السنة الهجرية الجديدة. ادام الله عليكم بالصحة والعافية. النهاردة ان شاء الله هيكون فلتر خاص بكم انتم، لان ده من اختياركم. وقبل ما نبدأ حابب اشكر جميع الناس اللي اشتركت في المسابقة والدعم اللي كان بيحصل منكم، وحابب اشكر البطل زياد محمد، الف الف مبروك اللي فاز بالمسابقة. وهنعرض صورته اللي كسبت بعد الانترو، وهحط لكم رابط الانستجرام للي حابب يخش ويشارك معانا في المسابقات ويحدد معانا امتى الفلتر هينزل ويكون فرد من عيلتنا يخش يعمل متابعة. وعايز اوصل بيكم لألف مشترك، لان احنا النهاردة 800. ويا ريت ما ننساش الصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأن نذكر الله لا إله إلا الله. وعايز أعرف رأيكم في الحلقة النهاردة، فما تبخلوش علينا باللايك والشير للفيديو. يلا بينا يلا بينا. بحبك يا ستموني مهما الناس لموني. بعد ما انتهينا من البيفور اند افتر هنبدأ بالإديت، وهنروح على أول صفحة وهي الإضاءة. الإكسبوجر سالب 1/10، الكونتراست سالب 44، الهايلايت سالب 80، والشادو سالب 12، الوايت سالب 55، والبلاك هنخليه سالب موجب 100. هنشوف الصورة قبل وبعد. هنروح على الكيرف، كل اللي هنعمله ان احنا هننزل كيرف اللي فوق سنة كده، ناخد تحت سنة كده، نزل بالطريقة كده، الموضوع مش صعب عشان تشوف الطريقة أجمل. ده الكيرف، تمام. هندوس دن، نروح على الصفحة اللي بعدها وهي صفحة الالوان. اخلي التمب 10 والتنت 11، الفيبرانس هنخليه موجب 60. ونروح على صفحة الالوان. اول لون هو الاحمر، الهيو سالب 14، الستوريشن موجب 8، والليمنانس سالب 24. اللون اللي بعده هو اللون البرتقاني، الهيو سالب 12، والستوريشن موجب 12، والليمنانس سالب 12. هنروح على اللون الاصفر، هنخلي الهيو سالب 10، الستوريشن سالب 15،
والليمنانس موجب 12. نروح اللون الأخضر، الهيو سالب 20 والستوريشن سالب 20 والليمنانس هيروح لموجب 33. اللون السماوي قبل نخش فيه نصلي على سيدنا محمد، الهيو سالب 20 الستوريشن سالب 20 والليمنانس موجب 33. نروح اللون الأزرق، هنخلي الهيو سالب 31 والستوريشن موجب 12 والليمنانس موجب 22. اللون اللي بعده هيكون الهيو سالب 21 والستوريشن موجب 30 والليمنانس موجب 14. واخر لون هنسيبه زي ما هو. نروح على صفحة الديتيلز او الافكت، انا اسف، هنخلي التكتشر موجب 13، الكلاريتي هنخليه سالب 20، الديزي هنخليه سالب 5، والفينتا هنخليه موجب سالب 8. وهذه الصورة قبل وبعد. نروح على صفحة الديتيلز، هنزود الشارب الموجب 10، والنويز ريدكشن موجب 15، والكلر نويز ريدكشن هنخليه موجب 10. وبكده هنكون انتهينا من الفلتر. هنروح على صفحة كرييت البريسيت، وديت ازاي تسيف البريسيت على اللايت روم، لان في ناس برضو سألتني كتير على الموضوع ده. هنسمي البريسيت ايفون بروكا برو كام بريسيت، او ممكن نختصر خالص ونخليه سوري معلش ايفون برو بريسيت، وهندوس دن وهنعمل سيف. كده نكون سيفنا الفلتر على التليفون. هنفتح صفحة البريسيت ونختار السهم تحت عشان كلمة توزا بريسيت، ننزل تحت ندور على حرف الاي ايفون ايرو بريسيت. وبكده نكون انتهينا من درس النهاردة. يا رب الدرس يكون عجبكم، وما تنسوش التعليقات اسفل الفيديو واللايك على الفيديو لو حبيت الفيديو. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.